السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بعد ما درت لكم فيديو اللي رشحت لكم فيهم تليفونات ديال 3000 درهم، افضل التليفونات اللي تقدروا تاخذوا في الفئه المتوسطه ديال 3000 درهم، لاحظت بلي بزاف منكم طلبوا مني انني ندير لكم فيديو رشح لكم فيه تليفونات ديال 1500 درهم، يعني افضل اختيارات اللي تقدروا تاخذوا ب 1500 درهم، وداكشي اللي غنشارك معكم في هذا الفيديو. غادي نشارك معكم افضل الاختيارات اللي تقدروا تاخذوا ب 1500 درهم في الجديد. من طبيعه الحال في حالات بغيتو تاخذوا في المستعمل فكاينين اختيارات احسن من هاد الاختيارات اللي غادي نعطيكم، يعني من ناحيه القيمه مقابل السعر. ان شاء الله فيديوهات قادمين غادي نحاول نرشح لكم الهواتف هادو اللي ب 1500 درهم في المستعمل. وحاجه اخرى بغيت نقولها، بالنسبه ل 1500 درهم 1600 درهم على التليفونات اللي بغيت نرشح لكم دابا، تقدروا تزيدوا عليهم 200 درهم 250 درهم، اللي عنده الاستطاعه انه يزيد 200 250 درهم غادي ياخذ احسن من هاد التليفونات اللي غنرشح لكم من طبيعه الحال. وهادشي اللي كاين، يلا ندخلوا ونشارك معكم هاد التليفونات هادو بلا ما نطول عليكم. رجع لكم من جديد وندير لكم اول تليفون في هذا الفيديو هذا. بطبيعه الحال غنرشح لكم تليفونات وفي الاخر ديال الفيديو غادي نحاول نعطيكم كل تليفون وفاش كيتفوق. اول تليفون غادي نرشح لكم في الفئه ديال 1500 درهم هو الانفينيكس هوت 11. اول حاجه كيتميز بها هذا التليفون هذا في الفئه ديال 1500 درهم هو انه كيجينا بشاشه بدقه ديال الفول اتش دي، وهذه ميزه اللي قليله في التليفونات هذه. كيجينا بمعالج اللي ممتاز توا في هذه الفئه واللي هو الهيليو جي 70، معالج اللي مشهور وكيتعتبر من افضل المعالجات اللي تاخذ ب 1500 درهم. كيجينا ببطاريه اللي حتى هي ضخمه نسبيا، كتجينا ب 5200 ملي امبير اللي غادي تعتمدوا عليها مده في الاستخدام، دوز لكم النهار بكل راحه وحتى النهار ونص يومين على حسب الاستخدام ديالكم. انا دابا كنحاول نذكر لكم هي المميزات ديال التليفون، ما كندخلش في التفاصيل كاملين. اللي بغى يتفرج المراجعه ديالو الكامله او التليفونات كاملين ان شاء الله اللي درت ليه مراجعه ديجا غادي نخلي لكم في التحت ولا في الاي. حاجه اخرى كيتميز بها التليفون هذا في هذه الفئه هذه هو انه كيجينا بمنفذ تايب سي ماشي المايكرو اس بي بحال اللي كنشوفوا في اغلب التليفونات ديال هذه الفئه. بالنسبه للكاميرا في هذا التليفون هذا اللي هو الهوت 11 الاساسيه، العدسه الاساسيه الخلفيه كتجينا بدقه ديال 13 ميجا بكسل. بلا ما ندخل في التفاصيل ديال الكاميرات في هذه الهواتف هذو ديال الفئه الاقتصاديه كاملين كيجيونا تقريبا بنفس النيفو من ناحيه الكاميرا. كتختلف المعالجه واحد شويه من تليفون لتليفون، ولكن في حاله بغيت تليفون تعتمد عليه في الكاميرا في هذه الفئه هذه فخاصك تشوف تليفونات في المستعمل. التليفون الثاني اللي غنرشح لكم في هذه الفئه ديال 1500 درهم هو من انفينيكس نيت، هو الانفينيكس هوت 10 اس اللي كيجينا بافضل معالج تقدر تاخذ في هذه الفئه واللي هو الهيليو جي 85، معالج اللي ممتاز في هذا الهاتف هذا وغيعطيك اداء اللي ممتاز في الالعاب وفي الاستخدام العادي. هيليو جي 85 شفنا في تليفونات اللي ب 1800 درهم 1750 1900 درهم. بالنسبه للشاشه في هذا التليفون هذا اللي هو الهوت 10 اس فكتجينا غير من نوع اي بي اس ال سي دي بحال اللي في الهوت 11 ولكن كتجينا بدقه اقل واللي هي الاتش دي بلس. حاجه اخرى كيتميز بها هذا الهاتف من غير المعالج وهي البطاريه، كيجينا ببطاريه ضخمه اكثر من 5000 ملي امبير، كيجينا ببطاريه بسعه ديال 6000 ملي امبير اللي غتبقى معكم مده طويله، وهذه حاجة اللي تاهي ممتازة في هاتف اقتصادي. والكاميرا الأساسية في التليفون 48 ميجا بكسل، بالنسبة للتليفونات كاملين فكيجينا بنفس سعة التخزين الداخلية يعني 64 علاش كنهضر، نسخ أخرين كيختلف الثمن. هاد جوج تليفونات اللي هضرنا من انفينيكس كيجينا بنوع الذاكرة الـ AMMC 5.1. علاش قلت لكم النوع ديال الذاكرة؟ لأنه تاهو كيلعب دور في الأداء ديال الهاتف. وكاين تليفونات أخرين اقتصاديين غادي نرشحهم لكم دابا كيجينا بنوع ذاكره افضل. التليفون الثالث اللي غنرشح لكم في هذا الفيديو الثمن ديالو 1600 درهم ماشي 1500 درهم هو ريدمي 10 سي. التليفون جديد يلا دخل السوق وكيجي تاهو بمميزات اللي زوينه في هذه الفئه، اولها معالج اللي ممتاز في هذه الفئه هذه، معالج سناب دراجون 680 هو نفس المعالج اللي شفنا في الريدمي نوت 11، شفنا في الريلمي ناف اي، شفنا مجموعه كبيره في تليفونات ديال 2000 درهم الفوق. هذا معالج ممتاز في هذه الفئه هذا في تليفون ديال 1600 درهم. مع الاسف الريدمي 10 سي ما كيجيناش بشاشه بدقه ديال الفول اتش دي، هذه كون كانت فيه الفول اتش دي غيكون تليفون اللي مميز بزاف، ولكن كيبقى المعالج ديالو ممتاز في هذه الفئه. الشاشه اللي كيجينا بها اي بي اس ال سي دي بحال جميع التليفونات بطبيعه الحال، ولكن الدقه ديالها غير اتش دي بلس. الريدمي 10 سي كيجينا ببطاريه بسعه ديال 5000 ملي امبير وكيدعم شحن سريع 18 واط، وكيجينا بمنفذ الشحن يو اس بي تايب سي بحال اللي شفنا في الانفينيكس هوت 11 تاهو كيجينا بالتايب سي، اما الهوت 10 اس فكيجينا بالمايكرو يو اس بي ماشي تايب سي. والنوع الذاكره اللي هضرنا عليهم دابا شويه، هاد التليفون هذا اللي هو ريدمي 10 سي كيجينا بنوع ذاكره افضل واللي هو اليو اف اس 2.2، هو نفسه اللي شفنا في الريدمي نوت 11 وشفنا حتى في الريدمي نوت 11 اس. والكاميرا الاساسيه في هاد التليفون بسنسور بدقه ديال 50 ميجا بكسل.
رابع تليفون غادي نرشح لكم في هذا الفيديو من تيكنو هو تيكنو سبارك ويت بي. التليفون قليل شويه في السوق، الثمن ديالو 1664، نوع الذاكره بطبيعه الحال اي ام ام سي 5.1، بمعنى انه التليفون الوحيد اللي رشح لكم في هذا الفيديو بنوع ذاكره افضل هو الريدمي 10 سي. المهم ما عليناش، التليفون هذا كيجينا بالمعالج المشهور اللي هو الهيليو جي 70، هو اللي شفناه في الهوت 11 ب 1500 درهم. اللي كاين ميزات التليفون خلاني نرشحو لكم هو انه كيجينا بشاشه بدقه ديال الفول اتش دي، وهذه حاجه زوينه في هذه الفئه هذه كما قلت لكم، يعني الشاشه في هذا التليفون زوينه. الباتري في هذا التليفون بسعه ديال 5000 ملي امبير بحال الاغلبيه. منفذ الشحن في هذا الهاتف مايكرو يو اس بي ماشي تايب سي، وحتى هو كيجينا بكاميرا خلفيه الاساسيه 50 ميجا بكسل، بلا ما نهضروا على الكاميرات الثنائيين في الهواتف كاملين لانهم بحال الماكرو والديف وداك الشيء ما عليناش. وخمس تليفون غادي نرشح لكم في هذا الفيديو من ريلمي هو الريلمي سي 21 اكريك، هذا الثمن ديالو قل من 1500 درهم، الثمن ديالو دابا 1450 درهم، حتى هو قليل شويه في السوق، ولكن على العموم التليفونات كاملين مره كيكونوا قلال مره ما كيكونوش مره كيكونوا في هذا الاخر، هذا الشيء راه قلت لكم ديجا في فيديوهات اخرين. هذا التليفون هذا الثمن ديالو كان غير 1300 درهم، من بعد الارتفاع تزادت فيه واحد 200 درهم ولا 150 درهم، المهم دابا 1450 درهم، يعني 150 درهم اللي تزاد فيه. التليفون هذا كيجينا بمعالج يونيسوك تي 610، تقريبا نفس الاداء ديال جي 70 اللي شفنا في الهوت 11، كيجينا بشاشه اتش دي بلس ماشي فول اتش دي بلس، كيجينا بمنفذ المايكرو يو اس بي، كيجينا ببطاريه 5000 ملي امبير، الكاميرا الخلفيه العدسه الاساسيه 13 ميجا بكسل، الذاكره 464 من نوع الاي ام ام سي 5.1. اللي كيميز هذا التليفون وخلاني نرشح لكم هو انه كيجي بثمن قل من هاد التليفونات هادو كاملين، بطبيعه الحال هو اخر اختيار عطيته لكم في هاد الفئه، لانه بالمقارنه يعني الا قارنا الارقام بالمقارنه مع التليفونات الاخرين فما كينافسهمش. بالنسبه لك انت بغيت تاخذ التليفون ب 1500 درهم، الميزانيه ديالك حدا 1500 درهم، فافضل تليفون تاخذ ب 1500 درهم هو الهوت 11. الهوت 11 غادي تحصل فيه على يعني تليفون متكامل، شاشه فول اتش دي، معالج جي 70، منفذ شحن تايب سي، فهذا هو الهاتف المتكامل اللي غادي تاخذ ب 1500 درهم. بالنسبه الى كان همك غير الالعاب فقط وعندك 1500 درهم فخذ الهوت 10 اس، لانه كيجي بافضل معالج بهذا الثمن ديال 1500 درهم الهيليو جي 85. 1600 درهم اذا عندك 1600 درهم افضل تليفون هو ريدمي 10 سي، لانه كيجينا افضل معالج في هذه الفئه ديال 1600 درهم اللي كما قلت لكم هو سناب دراجون 680. كيجي بمميزات اخرين بحال انه كيجينا بشحن سريع 18 واط، كيجينا بمنفذ شحن تايب سي، واخا الشاشه ديالو الدقه ديالها ناقصه ولكن كيبقى متفوق على تيكنو سبارك 8 بي. الا بغيت تليفون فيه شاشه بدقه عاليه ب 1600 درهم فهذيك الساعه خذ تيكنو سبارك 8 بي، ولا عندك قل من 1500 درهم 1450 درهم فكيبقى ريلمي سي 5 و سي 21 اكريك هو افضل اختيار. هادشي كاين في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. كما قلت لكم الا كتفكروا في المستعمل فراه كاينين تليفونات احسن من هادو، نقدموا لكم قيمه مقابل سعر، غادي نحاول نرشحهم لكم في الايام القادمه. الا عندكم امكانيه انكم تزيدوا واحد 200 درهم 250 درهم فغادي تاخذوا تليفونات احسن من هاد التليفونات هادو. هادشي اللي كاين، في امان الله.